كيا بيكانتو مولود جديد يسجل اسمه في سجل عائلة السيارات المركبة محليا، ثلاثة نماذج شرعت الشركة في تسويقها بفترة تسليم لا تتعدى 45 يوما وبأسعار تعتبرها الشركة تنافسية. Donc si je commence la LX, vous l'avez en transmission manuelle à partir de 1 890 000 dinars TTC. La LX en version avec la transmission automatique, vous l'avez à 1 990 000. La EX, qui est une version un peu plus équipée, vous l'avez à partir de 2 099 000 avec la transmission manuelle. Et vous avez la version avec la transmission automatique à 2 200 000. Et vous avez la magnifique GT Line, ce bijou à 2 350 000 dinars en TTC. دخول علامة كيا في الإنتاج المحلي وتوفيرها لكمية إضافية من السيارات من شأنه منطقيا أن يساعد في ضبط موازنة العرض والطلب وكذا خفض الأسعار، غير أن مسارعة بعض الزبائن للحصول على البيكانتو وإعادة بيعها في السوق بثمن أكبر يعقد المعادلة. أنا أخويا أنا دوك نخرج نبيعها نورمال. شحال تبيع شحال؟ أنا هذيك مبادا تولي ليا. تولي ليا. مليون فايدة تبيع؟ أهو لا لا. والو. 3 شهور وأنا مخرج كار دراهم، باش نبدلها بمليون. كبار المصنعين العالميين للسيارات حطوا رحالهم في الجزائر وآخرون في طريقهم إليها، غير أن الأسعار تبقى ملتهبة، فكم سينتظر الجزائري لتدخل أسعارها في خانة المعقول؟